خير من دور السنياري للمسابقة وخير ما نبدأ به مجلسنا هذا ليس بينات يدوها على مسمينا والطالب العصام عليها فليتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله. الدعاء على الكفار مرحبا بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج زرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. نحمل قلما نزرع فكرا نغرس حلما نترك أثرا ننشر علما نبغي أجرا نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا نغرس حلما نترك أثرا ننشر علما نبغي أجرا نبني جيلا يصنع فجرا. عددنا للغد طلابا بالمجد تدق الأبواب عددنا للغد طلابا بالمجد تدق سلم في الظلمة مصباح غايتنا هدي وصلاح سلم في الظلمة مصباح غايتنا هدي وصلاح بالعلم سترقى الأرواح تبني نحو الغاية جسرا بالعلم سترقى الأرواح تبني نحو الغاية جسرا. نحمل قلما نزرع فكرا نغرس حلما نترك أثرا ننشر علما نبغي أجرا نبني جيلا يصنع فجرا. حديثنا عن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة خير الأيام يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ويعفو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات. نبني جيلا يصنع فجرا نحمل قلما نزرع فكرا نغرس حلما نترك أثرا ننشر علما نبغي أجرا نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا نغرس حلما نترك أثرا ننشر علما نبغي أجرا نبني جيلا يصنع فجرا. عددنا للغد طلابا للمجد تدق الأبواب عددنا للغد طلابا للمجد تدق قل أبواب لا تعرف في السعي الطريق من الى
أداء الدعاء حيث يقدم السائل بين يدي الدعاء لحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة الصلاة على النبي ثم يسأل خالقته فإنه يستجاب له. فإن الإنسان لما يريد الدعاء من البداية يحمد الله أنه يثني عليه. سلم في الظلمة مصباح، غايتنا هدي وصلاح. سلم في الظلمة مصباح، غايتنا هدي وصلاح. بالعلم سترقى الأرواح، تبني نحو الغاية جسرا. بالعلم سترقى الأرواح، تبني نحو الغاية جسرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا. ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا. فيك صح. نبني جيلا يصنع فجرا، نحمل قلما نزرع فكرا. نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا. نبني جيلا يصنع فجرا. عددنا للغد طلابا، للمجد تدق الأبواب. عددنا للغد طلاب، والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. وفي تعطر الآذان هو القرآن، ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق. وفي محاسن الأخلاق نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا. ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. سلم في الظلمة مصباح، غايتنا هدي وصلاح. سلم في الظلمة مصباح، غايتنا هدي وصلاح. بالعلم سترقى الأرواح، تبني نحو الغاية جسرا. بالعلم سترقى الأرواح، تبني نحو الغاية جسرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا. ننشر علما نبغي أجرا. الإيمان يعني هلك حاله في الليل وحاله في النار. من أكمل ذكر الله عز وجل دخل الجنة وهو يضحك. من أسمع ذكر الله كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. سلم في الظلمة مصباح. وانطباعك على المسابقة؟ المسابقة جدا منظمة، والحاجة الوحيد هو الوقت القصير. معناه الوقت الإجابة جاكم قصير. المسابقة سيئة. ما أكثر شيء أعجبك في المسابقة؟ استفادة بالمعلومات، الحديث والأفكار. أنا كيف استفدت من؟ استفدت من خلال الأفكار. كنت قبل مش حافظ أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء،
الآن عرفته وحفظته واتفق فيها في حياتي. إن شاء الله. مصاب متى من؟ في الفقه كنت حوالي شيء يعرف عن تجربة الدولة. شيء جدا هشام. بارك الله فيك هشام. ما شاء الله. شكرا طالب عرفات. جيلا يصنع فجرا.